سأل موسى بن عمران من الله سبحانه وتعالى، قال له: إلهي، بما فضلت أمة محمد؟ على سائر الأمم. قال الله تعالى: بعشر خصال، هذه الخصال تختص بها هذه الأمة المرحومة. قال موسى صلوات الله عليه: وما تلك الخصال؟ الله عدد له الخصال واحدة بعد الأخرى. ثم: وآخر خصلة من هذه الخصال كذا وكذا وكذا، ومنها وعاشوراء، من الأشياء التي اختصت بها بهذه الكيفية وبهذا الشكل هذه الأمة. قال موسى: وما عاشوراء؟ قال الله تعالى: البكاء والتباكي على سبط المصطفى. والمرثية والعزاء على مصيبة ولده. يا موسى، ما من عبد من عبيدي في ذلك الزمان بكى أو تباكى أو تعزى على ولد المصطفى إلا وكانت له الجنة. وما من رجل أنفق ماله في محبة ابن بنت المصطفى درهما أو دينارا إلا وباركت له في دار الدنيا وغفرت له ذنوبه. الرواية الثانية: حماد يقول: دخلت على أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، فقلت له: إني أدخل بلاد الشرك. كانوا يروحون إلى البلاد الأجنبية في ذاك الوقت. وإن من عندنا يقولون: إن مت هنالك حشرت معهم. إذا واحد راح إلى بلاد الشرك ومات هناك يحشر معه مع الكفار، صحيح هذا الكلام؟ فقال لي: يا حماد، حقيقة هذا مؤسف، جدا مؤسف. إذا كنت ثم، يعني في بلاد الكفر، تذكر أمرنا وتدعو إليه، هناك عندك حرية، تتمكن تقول ما تحب، تتمكن أن تعقد مجالس العزاء على الحسين صلوات الله عليه، لو ما تقدر. قلت: نعم، هنالك في بلاد الكفر توجد الحرية. قال: يا حماد، فإذا كنت في هذه المدن في بلاد بني أمية وبني العباس الذين كانوا يدعون الإسلام، تذكر أمرنا وتدعو إليه، تقدر تعقد المجالس أو ما تقدر؟ قلت: لا، ما أقدر، حقيقة في بلاد المسلمين واحد في زمان بني أمية وبني العباس لا يتمكن أن يعقد مجالس الحسين، وفي بلاد الكفر واحد يقدر يعقد هذه المجالس، هذا الألم واحد وين يودي؟ الكتاب في مدح أهل البيت يمنع في بلاد المسلمين ويجاز في بلاد الكفر. فقال لي: يا حماد، إنك إن مت ثم هناك في بلاد الشرك حشرت أمة وحدك وسعى نورك بين يديك. هذا يحشر وحده يوم القيامة ونوره يسعى بين يديه ويساق إلى الجنة. الرواية الثالثة:
عن الإمام الرضا صلوات الله عليه من تذكر مصابنا وبكى كان معنا في درجتنا يوم القيامة ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. روح الله حسد الله على يد الله على يد الله.